السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض المكرونه النجرسكو بطريقه سهله وبسيطه جدا. دلوقتي انا معايا بصلايه كبيره مفرومه بالشكل ده كده، ومعايا 2 فلفل مقطعهم مكعبات بالشكل ده كده صغيره، ومعايا كمان نص كيلو صدور فراخ مسلوقه ومقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ومعايا هنا التوابل اللي احنا هنحطها على الفراخ. معايا بهارات فراخ، ومعايا معلقه صغيره من الكمون، ومعايا فصين ثوم مفرومين، ومعايا الملح بتاعك حسب احتياجك، ومعايا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وطبعا معايا البشاميل. هنا كمان معايا جبنه موتزاريلا، والجبنه الموتزاريلا دي انا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو، ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. هنا في الطاسه بتاعتي معايا معلقه صغيره من الزيت، وهبتدي انزل بالبصل لحد بس ما البصله تدبل شويه، وهنا البصله دبلت شويه هبتدي بقى ان انا اضيف الفلفل. وهنا خلاص بعد ما الفلفل دي بالحاجة بسيطة، انا مش عايزاه يدبل قوي عشان يفضل محتفظ بشكله، هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي كلها وفص الثوم. مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، بجد ريحتها جميلة جدا. هنا بقى دلوقتي هبتدي ان انا احط الفراخ برضو كده، ضفت مكعبات الفراخ المسلوقة، هبتدي بقى ان انا اقلبهم. حبايبي هنا جبت صينيه بايركس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، انت ممكن تحطيها في صينيه الومنيوم او صينيه تيفال اللي موجود عندك، يعني مش شرط صينيه بايركس. هنا دهنتها بزيت، وبعد كده هحط عليها كده شويه من البشاميل وافردها عليها، وبعدين هاخد شويه من المكرونه الاسباجيتي، وطبعا مكرونه مسلوقه بالشكل ده كده. هنا انت ممكن تعملي اي مكرونه، مش شرط يعني المكرونه الاسباجيتي، اي نوع انت تفضليه. وبعدين هبتدي ان انا اخد شويه من البشاميل واحطهم على المكرونه كده بالشكل ده، وبعدين هضيف عليها بقى كل الخلطه بتاعتنا. فردتها في الصينيه كده، هبتدي هنا بقى دلوقتي كمان هاخد شويه من صوص البشاميل واحطها عليها. كل ما تحط عليها صوص بشاميل بجد بتخليها لك طعمها رائع. وبعدين شويه من الجبنه الموتزاريلا بتخليها جميله. هنا بقى هنضيف الطبقه الثانيه من المكرونه ونفردها عليها. خلاص كده فردتها زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ان انا احط اخر طبقه بقى من البشاميل. خلاص كده حبايبي فردت البشاميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هبتدي هنا بقى دلوقتي احط على وشها شويه من الجبنه الموتزاريلا. هنا بقى هشيل اي زوائد على الصينيه، علشان طبعا لما نحطها في الفرن ما ترجعش تتحرق مننا. اي زوائد كده زي ما انت شايفه خارجه من الصينيه تبداي انك تمسحيها بمناديل المطبخ علشان خاطر ما تتحرقش منك بس في قلب الفرن. دلوقتي بقى هبتدي ان انا احطها في الفرن، والفرن سخن من قبل كده على درجه حراره 200 لمده نص ساعه لحديت لما تاخد لون معاكي كده وتبقى حلوه. كده حبايبي النجرسكو خرج من الفرن بالشكل ده كده، حطيته بس لون بعد ما خلص، حطيته لون زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. بصوا بقى هنا بقى عايزه اقول لكم ان هو طعمه عايز اقولك ان هو حاجة كده في منتهى الجمال. شوفي اهو حاجة كده تحفة بجد، جربيه مش هتندمي ابدا ابدا على تجربته. طبعا هو سايب كده شوية علشان خاطر هو لسه سخن زي ما انت شايفة بالطريقة دي، بس جربيه ان شاء الله هيعجبك جدا جدا بجد والله. بس كده يا حبايبي ده كان طريقتي في النجرسكو، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو انت اول مرة تشوف القناة عندي ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، واشوفكم على خير ان شاء الله.